بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أن الأمر الإلهي العلاقة بينه وبين النتائج التي تنتج عنه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، شيء طبيعي. أوضح مثل، لما إنسان يقترب من تيار توتره عالي يحترق، يصبح فحمة. فالمواطن إذا رأى بلاغ أنه ممنوع الاقتراب، ليس الموضوع موضوع شرطي يحاسبك، التيار يحاسبك. الموضوع ليس موضوع مخالفة تكتب عليه، لا، أخطر بكثير. التيار نفسه خصائصه ضمن 8 أمتار بصير واحد فحمة. فهذا العلاقة بين الأمر أو النهي والنتيجة علاقة علمية. يعني مثلاً هذا باب وفي باب ثاني، لو طلع تعليمات في المسجد هذا الباب لا أحد يخرج منه، هذا واحد خرج، يعني ما في علاقة علمية بين اللوم الذي سيصيبه وبين خروجه. باب أساساً هي للخروج، بس في تعليمات معينة ما تخرج منه. نقول هذه العلاقة بين عدم الخروج من هذا الباب واللوم الذي سيتحمله من خرج علاقة وضعية، نحن وضعناها.